يخت بقيمة مليار دولار. ربما عندما تسمع هذا الرقم تصاب بالصدمة، ولكن يوجد العديد من الأشخاص الذين يدفعون هذا الرقم للتمتع بأجواء ساحرة في البحار، مع أمنياتي لكم أن تكونوا من ملاكه يوما ما إذا كنتم تحبون ذلك. إليكم أغلى يخوت على مستوى العالم، من الأقل سعرا إلى الأغلى. تابعوا الفيديو لنهايته لتشاهدوا اليخت الخيالي صاحب المليار دولار. وكل أمنياتنا نحن في هذه القناة أن نصل للمليون لايك، لا المليار دولار، فساعدونا لتحقيق ذلك. يخت الشمس المشرقة، السعر 200 مليون دولار، يستوعب 45 من أفراد الطاقم و16 ضيفاً، يضم منصة هبوط طائرة هليكوبتر، يمكن أن تتحول إلى ملعب كرة السلة، وتشمل التجهيزات أيضاً مسرح سينمائي وقاعة طعام وعدة صالونات تطل على البحر للاسترخاء. يخت البحار السبعة بسعر 200 مليون دولار، يمكنه استضافة 12 ضيفاً في 7 أجنحة فاخرة، وهو يحتوي على مقصورة فاخرة مخصصة للاستخدام لصاحب اليخت، وهو المخرج ستيفن سبيلبرغ. تشمل التجهيزات قاعة سينما بالإضافة إلى منصة هبوط طائرة هليكوبتر وقاعة رياضة وحمام سباحة بحواف تبدو وكأنها متصلة بالبحر. يخت السيدة مورا بسعر 210 مليون دولار، وهو يتميز باسم اليخت المطلي بالذهب الخالص على متنه بخط عريض، ويملكه رجل أعمال سعودي. يخت المرقاب بسعر 250 مليون دولار، يحتوي على 10 غرف نوم ومنصة لهبوط طائرة هليكوبتر وحمام سباحة ومسرح سينمائي، بالإضافة إلى منصة استرخاء على سطحه، وهناك العديد من ساحات الاستقبال الفاخرة على سطحه أيضاً. يخت ديل بار بسعر 263 مليون دولار، يملكه رجل أعمال روسي وأطلق عليه هذا الاسم تيمناً بوالدته المتوفية. يخت السعيد بسعر 300 مليون دولار، يستوعب 50 ضيفاً و154 من أفراد الطاقم، يحتوي على قاعة موسيقية لأوركسترا والعديد من التقنيات الحديثة. يخت سوبر يخت A بسعر 323 مليون دولار، وهو يخت يستوعب 70 شخصاً، كما أنه يخت استثنائي يضم لمسات لافتة تجعله يحظى بمكان بين أغلى اليخوت في العالم. لا تبدو عليه من الخارج معالم الفخامة، ولكن معظم التكلفة كانت في التجهيز الداخلي الفاخر الذي يحتوي على 3 حمامات سباحة بها تيارات مائية للسباحة ضدها. يخت الكسوف بسعر 340 مليون دولار، تعود ملكيته لأحد أغنى أغنياء روسيا رومان إبراموفيتش، ويضم هبطين لطائرات الهليكوبتر وحمامي سباحة وعدد من أحواض المياه الساخنة. يحتوي على غواصة خاصة به يمكنها الغوص حتى 50 متراً تحت سطح البحر. يخت دبي بسعر 400 مليون دولار، يمكن أن يستوعب 115 ضيفاً، يحمل على متنه العديد من المعالم مثل حمام سباحة وسلالم زجاجية ومنصة لطائرة هليكوبتر. يخت عزام يبلغ سعره 600 مليون دولار، يعتبر أضخم يخت خاص في العالم، وطوله 180 متراً ويرفع علم الإمارات. يخت شوارع موناكو بسعر مليار دولار، وهو نموذج يخت لا يزال قيد الإنشاء، وهو تصميم مصغر لميناء موناكو بما في ذلك مضمار السباق الشهير، وتوجد به بحيرة اصطناعية ونماذج لفنادق شهيرة مثل هوتيل دوباريس ولو هوتيل، ومهبط لأكثر من طائرة هليكوبتر مع حمامات سباحة وحدائق وشاطئ اصطناعي، وهو يشبه المدينة العائمة ويشمل ملعب تنس وكافيتيريات مع مشاهد بحرية تحت الماء. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.